الفنان الكبير أستاذ محمد عبلة، أهلا وسهلا بحضرتك معنا. أهلا. طبعا سعداء بوجودك وسعداء بوجودنا في هذا المكان الجميل اللي اسمه مقعد قايتباي. أولا هنقول ليه اسمه مقعد قايتباي وليه اخترته؟ هو مقعد قايتباي لأن هو اتبنى بناه السلطان الأشرف قايتباي، وده يعتبر من أهم وأشهر سلاطين المماليك وأكثر مملوك حكم فترة طويلة، وهو كان يعني بنسموه من كبار البنائين لأنه بنى أماكن كثيرة في القاهرة والإسكندرية وفي الشام، يعني هو كان من البنائين العظام لأنه فترة الحكم الطويلة خلته يثبت الحكم بتاعه. كل سلطان، لأن المنطقة اللي احنا فيها كلها دي هي أرافة المماليك، بمعنى أن المماليك على مدار تاريخهم كانوا بيدفنوا هنا. أرافة بمعنى مقابر. بالضبط. فالسلطان قايتباي في حياته بنى المكان ده، وهو كان عبارة عن مسجد ومدفن ومقعد. أيوه. المقعد ده اللي هو كان بيجي وهو أصدقائه والعائلة وكل الناس ويجوا يقعدوا هنا عشان يزوروا المقابر أجدادهم. أيوه. فلذلك هو عمل مقعد مريح جداً ومتسع زي ما احنا شايفينه في كل وسائل الراحة، والمقعد كمان كان فيه كل الحاجات اللي احنا ممكن نتخيلها اللي محتاجينها في الوقت ده. أي. يعني مكان للدواب، مكان للمية، كان فيه سبيل يسقي الناس. فكان وكمان كانت زيارات السلطان قايتباي للمكان كانت بتعتبر عيد للمكان. أوه. لأن كل الناس بيجي هو بقى بيعملوا انتعاش في المكان. أيوة. السلطان قايتباي كان المفترض ان هو يبقى مدفون في المقعد، لكن هو اتدفن في القبة المقام يعني. أيوة. وابنه اتدفن في المقعد، لكن هو ده المكان اللي كان بيقعد فيه، وساعات بيباتوا ويقعدوا لان كان عندهم زي منطقة بتترمم حاليا هي اللي كانوا بيباتوا فيها. نعم. هنا دي كانت أماكن للاجتماعات ويقعد مع الحاشية، وكان في أحيان كتير كانوا بيديروا الحكم من هنا. أيوة. فده سموه عشان كده مقعد قايتباي.